إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، تكلمنا في اللقاء السابق عن صفات وأفعال الفلاح، ومنها الإقامة. قلنا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن أقم وجهك عند كل مسجد، أقيم وجهكم عند كل مسجد، أقم الدين، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كل هذه الآيات التي تتناول مفهوم الإقامة، أن الإنسان يبني بناء ثم يعيش فيه ويحافظ عليه ويثبت عليه، ثم يصونه ويصلحه من أي خراب أو عطب يؤثر فيه. فمفهوم الإقامة يشمل هذه المفاهيم الثلاثة: الإنشاء، الثبات، الصيانة. نذكر إن شاء الله اليوم تكملة لهذا الأمر. ذكرنا آخر مرة: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قلنا أن ارتباط المسلم بالمسجد هو سر فلاحي في هذه الحياة، أن ترتبط بالمسجد بدءا من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء، من الدروس ومن الأنشطة، وأن يكون المسجد خلية نحل تنفع وتخدم المسلمين في كل شؤون حياتهم، ليس فقط في الشأن التعبدي أن نصلي ونفطر فيه ونجتمع فيه. يجب أن يكون هناك نشاط اقتصادي ونشاط سياسي ونشاط اجتماعي ونشاط إعلامي، وخصوصا عندما يعيش المسلمين في مجتمع كمجتمع كندا لا توجد روابط أسرية، فيكون الترابط من خلال المركز الإسلامي والمسجد بديل لرباط العائلة. أولادك حينما يتزوجون سيجدون إن شاء الله بنات في المسجد، وبناتك حين يتزوجن سيجدون شباب في المسجد. هذه البيئة الصالحة حيث يجد الصالحون الصالحات والمسلمون المسلمات، وهكذا. وجود هذا مثل من أمثلة بسيطة جدا وقليلة على فائدة المسجد والعمل من خلال
الارتباط بالمسجد والمركز الإسلامي. الله سبحانه وتعالى ينبهنا في الآية القادمة موضوع إقامة حدود الله. في سورة البقرة جاءت أكثر من آية: فإن خفتم إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، ولكن سنأخذ المعنى الإيجابي للنفي. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فإقامة حدود الله سبحانه وتعالى في هذه الآية تتكلم عن مفهوم العلاقات الأسرية، سواء زواج أو طلاق أو 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 أو، ولكن الفكرة العامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في إقامة حدود الله. استخدام كلمة إقامة للحدود كأن هنا كأن المسلمون يعيشون أو كأن المسلمين يعيشون في مكان، في بلدة، وهناك حائط. هذا الحائط يحميهم ويحرسهم، وعندما تخرج من هذا الحد، هذا الجدار، هناك خطر ما يتهدد المسلم. هذه الأفكار ما يسميه بالتصوير الذهني. الفكرة ليست فقط في الفضيلة وتحبيب الناس في فعل الفضيلة وتبغيض الناس في الرذيلة، ولكن إنشاء صورة ذهنية أن هناك جدار يقام حول المجتمع المسلم. هذا الجدار هي الحدود التي إن خرجت منها وإن تعديتها، إن قربت منها أو تعديتها أو جاوزتها، ستحدث لك مشاكل، ستحدث لك أخطار وهكذا. طبعا في موضوع الأسرة كما ذكرت الأحاديث وأقوال العلماء، لهن ما له وما عليه الرجل والمرأة، وما لها وما عليها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه الحدود حقوق وواجبات، فلا يجب أن يتعدى أحد الزوجين الحدود العلاقة. تمام؟ كل هذه الأمور تأتي فكرة الحدود. القرآن أيضا استخدم الحدود في أكثر من آية، منها آيات الصيام: تلك حدود الله فلا تقربوها. في آيات الطلاق: تلك حدود الله فلا تعتدوها. الفرق بين الآيتين أو المفهوم أن كل ما كان هناك قوانين كقوانين المواريث وقوانين الزواج والطلاق، لا يستطيع الإنسان أن يتعدى هذه الأوامر. أما في العلاقات الزوجية وخصوصا مثلا أو حاشا لله موضوع الزنا والنظر، الله سبحانه وتعالى يحثنا ويحضنا على عدم الاقتراب، لأن الزنا له مقدمات، العلاقة الحميمية لها مقدمات، فأنت لا تنتظر حتى تصل إلى الحد وتتعداه، لا، أنت لا تقرب فلا تقربوها، لأن النظرة تؤدي إلى ابتسامة، وابتسامة تؤدي إلى كلام، والكلام يؤدي إلى لقاء، واللقاء يؤدي إلى مصيبة، وهكذا في مقدمات. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا من إيه؟ من مقدمات هذا الأمر. نجد القرآن أيضا يعلمنا: وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. التعدي هذه الحدود في ظلم للإنسان في نفسه، بأن ستفسد حياتك، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يأمرك أن يعني تذكر ولا تقرب هذه الشجرة، كانت الشجرة بالنسبة لآدم هي الحد الذي يجب ألا يتعدى، كل مما شئت من الجنة، ولكن لا تتعدى ولا تقرب هذه الشجرة. لما أكل منها بدت لهما سوءتهما، فهو لا يعرف أنه ظلم نفسه. النعيم الذي كان فيه آدم بعد أن اقترب من الشجرة وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، وجد نفسه بدت لهما سوءتهما وما ترتب عليه من نزوله الأرض وشقاء بني آدم في الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول أيضا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الآية التي بعدها: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، كأن الآية السابقة: ومن يطع الله ورسوله ويلتزم بحدوده ولا يتعدى حدوده يدخله الجنات، أما من يعص الله ورسوله ويتعدى هذه الحدود يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهناك خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان بنظام معين، لو خالف هذا النظام، ولله المثل الأعلى، كلنا حينما نشتري أي جهاز
نبحث في تعليمات التشغيل. عندما تضع سلك الكهرباء أو الفيشة في مقبس الكهرباء هو يقول لك 110 فولت، أنت تقول لا 220 أحسن، فتضع في 220 ماذا يحدث للجهاز؟ يحترق. فأنت حينما تخالف تعليمات المصنع، تعليمات المشغل، أنت تفسد هذا الجهاز. حينما والله المثل الأعلى، حينما نخالف تعليمات الله سبحانه وتعالى وحدوده وأوامره، نحن نفسد الجسد والروح وارتباطهما معا حينما يكونان النفس البشرية. فكلمة الحدود في استخدامها القرآني تتناول الأسرة والعلاقات الأسرية. أما في السنة النبوية في البخاري عن نعمان بن بشير، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله، وفي رواية مثل المداهن في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. يعني الإنسان مجموع الروايات عندنا ثلاثة أنواع. النوع الأول القائم على حدود الله الملتزم بها الذي لا يتعدى حدود الله، والواقع فيها الذي يتعداها ويقع في هذه الحدود ويتعداها، والمداهن هو الذي بين يعني هو يرائي أنه لا يقع فيها ولكنه يقع فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. أنا حر، هذا نصيبي، هذا الجسد ملكي، أنا حر. هذا الجسد كلنا نفكر بهذه الطريقة، أن هذا الجسد ملكك، أنت تعتقد أن المال الذي استخلفك الله سبحانه وتعالى عليه ملكك، أنت تعتقد أن أولادك ملكك، تعتقد أن كل ما تملك ملكك، أنت مستخلف فيه، أنت لا تملكه، أنت مستخلف فيه. لينظر الله سبحانه وتعالى ما تفعل بما استخلفك فيه كنوع من أنواع الابتلاء في الدنيا. فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤد من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. سبحان الله، مثل رائع جدا يقرب هذه الصورة، أن في المجتمع ستجد هذه الأنواع الثلاثة، المؤمن والكافر والموافق في المنتصف. إن لم يقم المؤمنون بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يدي هؤلاء الذين يريدون أن يغيروا فطرة الله سبحانه وتعالى وقوانين الله سبحانه وتعالى وحدود الله سبحانه وتعالى، كلنا سنغرق، كلنا سنغرق. فيجب علينا أن نفهم هذا المعنى، وألا نتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. في حديث طويل، المرأة المخزومية التي سرقت فأرادوا أن يقطعوا يدها، فلأنها من قريش، فاستشفعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا أسامة بن زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني هذه الحدود هي نظام العقوبات في الإسلام، أيضا يطلق مفهوم الحدود على مفهوم العقوبات، والعقوبات في الإسلام جاءت للردع والمنع لا للتطبيق. يعني هذه الشدة وما يظنه بعض الناس قسوة ليست قسوة، لأنها صدرت من الله الرحمن الرحيم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله أرحم بنا منا، وأرحم بأولادك منك، وأرحم بأولادك من أمهم، فالله أرحم الراحمين. فلا يظن إنسان أن هناك هذه القوانين فيها قسوة ومخالفة لحقوق الإنسان. هو الذي خلق الإنسان، هو الذي يعلم ما فيه مصلحته وخيره، والله سبحانه وتعالى قضى بهذه الحدود. فلا يعني يجترئنا أحد على الله سبحانه وتعالى ويقول مثل هذا الكلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. كأن الحدود هذه البوابات تفتح وتغلق حسب مكانتك الاجتماعية، والإسلام يساوي بين كل الناس، لا فرق بين عربي وأعجمي، ولا أبيض ولا أسود، ولا غني ولا فقير ولا أي شيء. إنما المؤمنون إخوة، وكلكم من تراب، وآدم من تراب عليه الصلاة والسلام. حتى نختصر الوقت، النقطة الثانية أو الآية الثانية التي ذكر الله سبحانه وتعالى موضوع الإقامة، هي إقامة الشهادة لله سبحانه وتعالى، أن تشهد بالحق.
فقلنا الأول أمر شهادة إقامة الحدود، نظام الحدود في الإسلام ولا يتعدى أحد الحدود. أمر ثاني الشهادة. أيضا جاءت في معرض الأسرة والزواج والطلاق، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. أقيموا الشهادة لله، أي أقيموا الشهادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى على وجهها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا يا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. لأن الشهادة بالحق تقيم الحق والعدل في المجتمع، وشهادة الزور تعطي من لا يستحق ما لا يستحق، وهذا أمر في منتهى الخطورة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يبشر: يأتي زمان خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجو أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يعني أناس كل ما يتكلم يحلف بالله: والله حصل كذا وأنا أشهد بكذا، كل لغو. وبالذات إخواننا الذين يعملون في التجارة والبيع، هو يحاول تسويق بضاعته بكثرة الحلف والشهادة. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة، يعني إذا والعهد، إذا أكثرنا من هذا الكلام كان الآباء والمعلمون يؤدبوننا بالضرب كي لا نكثر من اليمين والشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم مر، الحديث المشهور الصحيح أنهم مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. يعني سبحان الله، هذا معنى عظيم جدا. حتى الحديث صحيح أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا بسبب الشهادة التي تشهدها، سواء هذه الشهادة مادية أو معنوية، سواء هذه الشهادة في حقوق الناس والمواريث التي كثير ما يظلم الناس بعضهم البعض بسبب هذه الشهادة، سواء كانت هذه الشهادة يعني مسموعة أو مكتوبة. كثير من شهادات الزور، الناس تزور وتكذب على الله سبحانه وتعالى من أجل انتزاع حقوق ليست لها، وهذا يؤدي إلى فساد في الأرض. فعندنا إقامة الحدود، وكل هذا على يعني بالمناسبة من إقامة الدين. إقامة الدين هذا هو الأمر الشامل، ولكن الله سبحانه وتعالى اختار، شاءت حكمته أن يختار في القرآن بعض الآيات التي خصص فيها أنواعا خاصة من الإقامة، كإقامة الحدود وإقامة الشهادة لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عبادي الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذه الأفعال من فكرة الإقامة لا يجب أن نستصغرها أو أن نقلل من شأنها، لأن الله سبحانه وتعالى يعني سيأتي المرة القادمة إن شاء الله إقامة الصلاة. الله سبحانه وتعالى قص الصلاة بمفهوم الإقامة، لأن الصلاة بناء متكامل. فإقامة الحدود في منتهى الأهمية، أن يعرف المسلم وأن يعلم حدود الله سبحانه وتعالى وأن يلتزم بها. ثم إقامة الشهادة والحق، حينما يسألك شخص عن صديق لك تقدم لقطبة قريبة لك أو 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 أو، الناس أحيانا يجاملون، وهذه يعني مصيبة، لأن في هذا الأمر أنت تشهد أمام الله سبحانه وتعالى أن هذا الشخص مناسب أو أمين أو صالح، لأن أهل هذه الفتاة سيقررون بناء على شهادتك. فبيوت قد تهدم بسبب شهادة شخص يعتقد أنه يجامل، أنه إذا ذكر عيبا في هذا الشخص أنه من الغيبة، وهذه ليست من الغيبة، هذه من باب الأمانة، وأن تقيم الشهادة لله سبحانه وتعالى. الآية الثالثة في موضوع الإقامة هي إقامة الوزن بالقسط.
الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن يقول وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي فعلوه مستقيما بالعدل. يقول بعض المفسرون أقيموا، بعض المفسرين أقيموا لسان الميزان بالقسط والعدل، ولا تخسروا الميزان ولا تنقصوا الميزان ولا تبخسوا الكي والميزان. فكرة والسماء، الله سبحانه يقول والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يقول العلماء أن كل ميزان مختلف. الميزان الأول هو الآلة، الآلة التي نوزن عليها الأشياء. الميزان الثاني هو عملية الوزن نفسها، عملية الوزن. والآية الأخيرة الموزون، ما نازله. ومن هنا جاءت فكرة العدل والقسط. هناك خلاف بين العلماء عن العدل والقسط. العدل هو عندما يكون عندك ميزان وتتساوى حرصك على أن تتكافأ الكفتان وتتساوى، هذا هو العدل. أما القسط هو أن تضبط الميزان، آلة الميزان تكون منضبطة، أن تأخذها إلى من يعايرها ويتأكد أنها تعمل بكفاءة. يعني كلكم تعرفون هناك هيئة المعايير، يسمونها باللغة العربية هيئة المعايير، تتأكد من دقة الميزان، معايرة الميزان هذه، هذا هو القسط، أن تكون الآلة التي تعدل بها صالحة. أما العدل نفسه فهو إيه؟ المساواة بين الطرفين. ولا يخفى عليكم أهمية العدل، إن الله يأمر بالعدل. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية ينبهنا على فكرة مرة أخرى، الصورة الذهنية، أن كلنا حينما نقرأ هذه الآيات إلا وترتسم في أذهاننا صورة الميزان، حتى في المحاكم يضعوا هذا الميزان. تمام؟ وللأسف شديد يضع امرأة وتربط عصابة على عينيها، هذا أنا يعني لا أحب هذه الصورة، لأن العدالة مبصرة، العدالة والقاضي يجب أن يبصر، هو ينظر ويتأمل في الأدلة ويحكم. أما لو أن القاضي أعمى تكون مصيبة علينا جميعا. ولكن فكرة الميزان، فالله سبحانه وتعالى رسم، أو القرآن رسم هذه الصورة في أذهاننا، أن هناك ميزان. حينما نتعامل في العلاقات الإنسانية نتعامل بهذا الميزان، حينما نتعامل في التجارة نتعامل بهذا الميزان. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويل للمطففين، هؤلاء الذين يريدون أن يأخذوا أكثر مما يعطوا. كل هذه المسائل، فكرة أن هناك ميزان، هناك عدل، إن الله يأمر بالعدل. وأحد أسباب تخلف المسلمين انهيار منظومة العدل. في أسباب الحضارات، تقدم الحضارات وانهيارها، لاحظ المؤرخون أن هناك مجالان إذا تقدمت فيهما أي أمة يعني تقدمت وكانت شبه متحضرة. يعني أنا لا أحب أن أسمي الحضارة الرومانية القديمة وأحفادها من ما نرى الآن حضارة، هي أشبه بالمدنية أكثر منها حضارة، ولكن أنا أستعير ما قالوا. التقدم في علم القانون وعلم علوم الفلك، علوم القانون وما يتبعه من الدساتير وإنشاء منظومة العدل، ثم علوم الفلك. لاحظ العلماء أو المؤرخون أن تقدم الأمة في هذين المجالين له دلالة على التقدم الأمة في كل المجالات. وهذا سبحان الله إشارة أشار إليها القرآن، وهي في قوله تعالى وأقيموا الوزن بالقسط. ولا يخفى عليكم فساد كثير جدا من حياتنا في مجتمعاتنا المسلمة وحتى هنا في كندا بسبب غياب منظومة العدل. حينما نتعامل مع الناس، كثير جدا من إخوة حينما يأتون إلى كندا أول مرة ولا يجد عملا فيعمل في الكونستراكشن والرينوفيشن، كل موضوع كثير جدا ما شاء الله، أو محل سوبر ماركت حلال ميت وما شابه هذه الأمور. كثير جدا من المشاكل تأتي بسبب العقود والمشاكل بين هذا المقاول وعملائه، غالبا ما تكون بسبب غياب منظومة الوزن، ميزان مش غير منضبط في التعامل. هو يريد العميل أرخص الأسعار، وليس هذا عدلا، ليس لأنه مسلم عربي تبخسه حقه وتعطيه أقل مما تعطي مثلا واحد كندي. وفي نفس الوقت هذا المقاول أحيانا ما يسميه بالشورت كت، يعني يفعل أمور خاطئة ولا يلتزم بالمقاييس والمعايير الكندية في البناء والحاجات دي وما شابه ذلك. هذا يؤدي إلى
خلل في الميزان فتحدث المشاحنات والمشاجرات. وأنا لا أنسى أول ما جئت إلى كندا كنت أصلي في يعني وسط البلد داون تاون تورونتو. فالله ما أنسى هذه الخطبة، الخطيب بارك الله فيه أعرفه رجل فاضل، قال وأنا أنصح المسلمين بأن لا يتعاملوا مع المسلمين. كان دي من إحدى النصائح الأولى التي سمعتها، وهذا شيء في منتهى السوء. يجب على المسلمين أن يتعاملوا مع المسلمين وأن نصبر على بعضنا البعض، ولكن أن نقيم ميزان العدل، لأن الله أمرنا أن نقيم، ليس بس يعني اعدله أو أقصته، لا، أقيموا ميزان العدل في التعاملات بينكم وبين بعضكم البعض. الآية الأخيرة ويعني واغفروا لي الاختصار الشديد هي قصة موسى مع العبد الصالح أو الخضر. فانطلق حتى إذا أتيا قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. إقامة الجدار، إقامة الجدار جميلة جدا. لماذا؟ لأنه هو لا يعرف هؤلاء، وذهب إلى قرية لم يكرمهم، فبالطبيعي وحتى كان سؤال سيدنا موسى لماذا تكرمهم ولم يكرمونا، فهو ذهب إلى بيئة لا تستحق أن نقيم لهم شيئا. ولما وجد هذا الجدار المنهدم الذي على وشك ذهب وأقامه. طبعا هناك أمر إلهي ولكن لا أتكلم في هذا، أتكلم في المبادرة، روح المبادرة وإصلاح المجتمع. حينما تمشي بسيارتك وتجد أي مشكلة، أنا أقصد سيارة الحياة يعني، حينما تسير في هذه الحياة وتجد مشكلة، لا أقول لك تفرغ واترك عملك وأهلك وبيتك وتفرغ لحل مشاكل الناس وإقامة جذورهم المنكسرة أو المنهدمة، لا، حينما يأتي في طريقك مشكلة بادر بإصلاحها، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون ستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لا يطلب منك أن تقود سيارتك وفي شوارع أكفل وتزيل كل الأذى من الطرق أبدا، أنت وأنت تذهب في أي طريق سواء في جد أو في لعب أو لعب كما تحب، إذا وجدت أذى انزل من سيارتك وأمطه عن طريق الناس، إذا وجدت أذى معنوي أزله عن طريق الناس. فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينما نتركها نهلك جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه الأفكار عن الإقامة يجب أن نأخذها بجد، أن نقيم حدود الله سبحانه وتعالى، نعلمها ولا نتعداها ولا نقترب منها، أن نقيم هذا الميزان بالعدل والقسط، أن نقيم الشهادة لله سبحانه وتعالى، أن نقيم ما فسد وما معوج في مجتمع المسلمين حينما يعرض لنا في طريقنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقيمون حدود الله، ومن الذين يقيمون الشهادة لله، ومن الذين يقيمون الوزن بالقسط، وممن يقيمون معوج في حياة الناس، واجعلنا ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللهم يا رب العالمين نسألك في هذا اليوم العظيم أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، إلى أبينا آدم ومنا حواء، واهد ذرياتنا إلى يوم الدين. املأ قلوبنا بحبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. اللهم اجعلنا من جندك وسخرنا لخدمة دينك وأمتنا في سبيلك يا رب العالمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم رحمة واسعة، وكذلك أباءنا وأمهاتنا إلى أبينا آدم ومنا حواء، واهد ذرياتنا إلى يوم الدين، واحفظ رجالنا ونساءنا وأولادنا وبناتنا في هذه البلاد يا رب العالمين. اللهم نسألك النصر للإسلام والمسلمين في كل زمان وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الشيخ عبد العزيز هنا، الشيخ عبد العزيز موجود. طيب خلي خلي صوتك احسن. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان